ولكن قبل ما اخش بقى في باقي التفاصيل اللي موجوده على السوشيال ميديا، النهارده كان في مؤتمر صحفي مهم جدا لروي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني، واللي اعلن من خلال هذا المؤتمر قائمه منتخب مصر اللي هتشارك في كاس الامم الافريقيه في الكوت ديفوار في الفتره من 13 يناير حتى 12 فبراير. قائمه المنتخب ضمت 27 لاعب. 27 لاعب ده الحد الاقصى اللي الكاف اتكلم عليه بخصوص كل منتخب هيضم كام. في حراسه المرمى محمد الشناوي واحمد الشناوي وابو جبل ومحمد صبحي. في خط الدفاع احمد حجازي، محمد عبد المنعم، علي جبر، اسامه جلال، احمد سامي، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، احمد فتوح، محمد حمدي. خط الوسط حمدي فتحي، امام عاشور، محمد النني، مروان عطيه، احمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا، ومحمود حماده. في خط الهجوم محمد صلاح، مصطفى فتحي، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمود كهربا، واحمد حسن كوكا. عندي كلام وتفاصيل وتعليقات عديده على القائمه اللي اعلنها روي فيتوريا، ولكن تعالوا نسمع فيتوريا قال ايه في المؤتمر الصحفي، لان عنده تعليقات على بعض الاسئله اللي اتوجهت لي بخصوص عدم استدعاء عدد من اللاعبين. نسمع فيتوريا قال ايه وليه تعليق بعد هذا التقرير. بقالي هنا معاكم تقريبا سنه ونص، وكان واضح ان في دلوقتي شخصيه واضحه لمنتخب مصر احنا قدرنا نخلقها وواضحه جدا في المباريات. جا جوغامش كونتر ديفرنتس ادفرساريوس، اونج ماش ديفيسيس اوتش ماش مينز ديفيسيس. لعبنا قصاد اكثر من خصم في الفتره دي، لعبنا قصاد خصم صعب وخصم منه اقل شويه في الصعوبه. كون ديفرنتس كاركترستيكاس، وكل فريق كان ليه طبعا الخصائص بتاعته والاسلوب بتاعه. يوناسي دي دو جوغو تنسي ذا ميجما، وكان دايما الشكل اللي بيظهر بيه منتخب مصر او اسلوب اللعب بتاعنا هو نفس الشيء قصاد فريق قوي او فريق اقل شويه في الكوره. ايكيبا برواكتيفا، فريق يسعى للاستحواذ. كيرتير بولا، دايما بيحافظ على الكوره. كي كوان نون تي بولا تن كيرا بروكورا رابيدامنت بار كونكستار، وقت حتى ما بنفقد الكوره بنحاول ان احنا نسترجعها في وقت سريع. اي سيمب مونت اورجانيزاد اي كليبرادا، ودايما يكون الفريق منظم ومحافظ على التوازن سواء دفاعي او هجومي. ايس فاي كونسير، ده ان شاء الله اللي هيكون موجود معانا. كلارك يوم كومبيتيسيون ديفرنت اي اوز ادفيرساريوس تامن سون ديفرنس ديفرنت اونج دوز اوترز، طبيعي ان المنافسه المره دي هتكون مختلفه، كذلك الخصم اللي احنا هنلعبه هنلعب على اكثر من اسلوب، يعني اكثر من خصم، وهيكون في اختلافات كبيره بينهم. مازيشت ايست جروب دي جادورز دام دام زانوزا غارانتيه دي بودرمش جوغار دا فورما كيو انتندير، ولكن المجموعه اللي موجوده واللي هتمثل منتخب مصر بتديني الضمان وبتديني الاطمئنان ان هم يقدروا يمثلوا المنتخب بشكل جيد جدا في اي من الظروف وفي اكثر من اسلوب. Sobre esses dois jogadores, Sobi e Fatouh. بما يتعلق باللاعب صبحي وفتوح. É óbvio que me fez pensar obviamente durante muito tempo. أكيد طبعا أن أنا قعدت أفكر كتير جدا في المسألة دي وخدت مني وقت كبير في التفكير. Mas chegamos à conclusão, o Fatouh eu gosto muito dele enquanto jogador. ولكن وصلت للقرار ان فتوح انا لاعب معجب بيه جدا على المستوى الفني كلاعب. سيك فا داغ سبوستا كوندو كيزير كيل جوغ، مطمن ان شاء الله هيكون في اجابه طيبه من اللاعب وقت ما احتاجه، انه هيكون اجابته اجابه مناسبه وطيبه للمنافسه. سيك فا سير امبورتانت بو فتور دو بايش تامباين كون جوفن، وشايف برضه انه هيكون لاعب مستقبلي للمنتخب مصر او لبلد مصر، فهيكون نراهن عليه للمستقبل. يخلص مع صوبي. بالنسبة لمحمد صبحي. سيو تيفر كوبور جوغار نو بروسيم جوغو نون تاين كوكا بروبليم ان بول. لو انا يعني بفكر ان صبحي هو اللي يقف في المباراة القادمة مش هيكون عندي أي مشكلة ان احطه في المرمى. ايش كان يزيد كون جوغور كيو كونفيو. معنى كده ان انا لاعب بثق فيه، ودي بالنسبة لي تعتبر إجابة لكل الأسئلة. اي تامبان اش كون جوغور بو فتور دو بايش. وشايف برضه ان هو هيكون لاعب مستقبلي لمصر والمنتخب مصر. ايه نوس اوبنيون طبعا في الاخر ترينادورز دي كيبا برينسيبال، في الاخر ده رايي كمسؤول ومدرب لمنتخب مصر. ايه ميو جوغور هو لاعب من لاعبين المنتخب المصري.